السيدة برهير هاشم مفضل. يلا بسم الله شباب، احنا دحين عندي الكلمة والبيان الختامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحابته المنتجبين، وأزكى السلام وأطيب التحايا لشهدائنا الأبرار العظام الذين بذلوا دماءهم في سبيل رفعة الوطن واستقلاله، وفي سبيل الحفاظ على عزتنا وكرامتنا. ولكل جرحى الجيش واللجان الشعبية الأبطال، هي أيضا لكل شعبنا اليمني العظيم الصامد برجاله ونسائه وأطفاله وكل فئاته وشرائحه. بعد مرور عام كامل لا يزال التحالف الذي تقوده السعودية بدعم وغطاء أمريكي يمارس عدوانه الهمجي والبربري على بلادنا الحبيبة اليمن، مستهدفا البشر والشجر والحجر، مهلكا الحرث والنسل، ومستهدفا كل المباني والمنشآت العامة والخاصة. يمر العام الأول ولا يزال العالم صامتا لا يحرك ساكنا تجاه هذا العدوان القاشم وجرائمه الوحشية الذي تنتهك كل حقوق الإنسان وكل الأعراف والقوانين الدولية. بالمقابل تأتي الذكرى الأولى للعدوان، ولا يزال شعبنا اليمني العظيم يواجه هذا العدوان بصبر وصمود منقطع النظير، ليبرهن للمعتدين وللعالم أجمع أنه معجزة في الصبر والصمود، ولا يمكن له أن ينكسر مع مرور الأيام وتعاقب الأعوام، وأنه مستعد لتقديم كل غالي ونفيس في سبيل الوطن والحفاظ على الكرامة. نعيش اليوم اكتمال 365 يوما حملت في طياتها الكثير من الحزن والأسى، العز والفخر، الهدم والقتل، الصبر والصمود، التشريد والدمار، التضحية والإصرار على الانتصار. سنة مرت ونحن كيمنيين في بلاد المهجر نتابع كل ما يجري في أرض الوطن بقلب حزين وعين دامعة، وبافتخار كبير وأمل عظيم في رب عدل. نتابع ما يحدث مدركين تماما بأن العدوان وأدواته إلى زوال وفشل وانتهاء مهما طال عدوانهم ومدته، موقنين أيضا بحتمية الانتصار والبقاء، مراهنين في ذلك على شعبنا الذي يعي خطورة المرحلة وصعوبة الموقف. نحن هنا وكما سبق وتحدثنا في اليوم الأول من العدوان، نؤكد مجددا على مجموعة من النقاط أهمها ما يأتي. أولا، نحيي الصبر والصمود لشعبنا اليمني العظيم الواقف صفا واحدا ضد الإجرام والصلف السعودي الأمريكي، ونبعث في هذا المقام أزكى سلامنا وأطيب تحياتنا وكل مشاعر الحب والعزة والافتخار إلى الجيش واللجان الشعبية، مقبلين رؤوسهم التي رفعت رؤوسنا وأيديهم التي تكسر يد المعتدي وأقدامهم الثابتة بلا تراجع وانكسار. ونبارك ونؤيد استمرارهم في الدفاع عن الشعب والذود عن حياض الوطن. ثانيا، نحيي ونعظم ونبارك تكاتف واتحاد كل القوى الوطنية السياسية في مواجهة العدوان، ونحثهم على المزيد من الوحدة والارتصاص وحفاظهم على وحدة الموقف والكلمة لتحصين الجبهة الداخلية، وأن يكونوا عند حسن ظن شعبهم بهم وتغليب مصلحة الوطن دائما وأبدا. ثالثا، نشكر ونقدر كل الأصوات الحرة المتضامنة مع الشعب اليمني، رغم قلة هذه الأصوات إلا أن شعبنا العظيم
لا ينسى كل من وقف معه وقت الشدة وتضامن معه رغم تكالب كل العالم ورضوخه للمال والسلطة السعودية. رابعا، نؤكد للعالم أجمع بأن العدوان الذي تقوده السعودية بالاشتراك مع بعض الدول التي باعت قرارها مقابل المال السعودي لا مبرر له، وأن لا هدف إلا تطويع اليمن وإخضاعه للقرار السعودي وضمه لحظيرتها مجددا بعد أن رفض الشعب اليمني البقاء أسيرا لرغبات وأحلام وطموحات أسرة آل سعود باستعباده وإذلاله. خامسا، نؤيد ونبارك أي مساع تبذل في سبيل التوصل لحل في اليمن، ونطالب بأن تترجم هذه المساعي إلى أفعال، ويأتي في البداية إرغام النظام السعودي لوقف فوري وعاجل لعدوانه وعملياته، ما لم فإن كل الجهود والمساعي سيكون من نصيبها الفشل. سادسا، نناشد مرة أخرى ما تبقى من ضمير عالمي وإنسانية أممية بالضغط لوقف العدوان وما يرتكبه يوميا من مجازر بشعة تستهدف كل مقومات الحياة. سابعا، ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية للقوم بدورها والاطلاع بواجبها بفضح الجرائم وكشفها وتقديم الجناح للرأي العام الدولي وإصدار البيانات المنددة بهذه الجرائم، كما نطالب القضاة والمحامين والحقوقيين لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد قادة دول العدوان التي تلطخت أيديهم بالدم اليمني بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ثامنا، ندعو أبناء اليمن الأحرار وكل المتضامنين مع مظلومية الشعب اليمني في كل أنحاء العالم للاستمرار في نشاطاتهم وفعالياتهم التي تعري العدوان وتكشف ما يقوم به. في الأخير، نؤكد استمرارنا ومواصلتنا دون أي كلل أو ملل في إقامة الفعاليات والمعارض والوقفات وبذل كل الجهود في سبيل ذلك إلى أن يتوقف العدوان. نشكر أيضا كل من حضر وتضامن مع مظلومية الشعب اليمني في فعالية اليوم وكل الفعاليات السابقة. النصر لشعبنا اليمني العظيم، الخلود والرحمة لشهدائنا الأبرار، الشفاء للجرحى، الخزي والعار، والهزيمة المنكرة للغزاة المعتدين وكل المرتزقة والعملاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الجمهورية اليمنية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.